الشعب الموريتاني لا ملاذ من الفساد إلا نحن، لا ملاذ من الظلم إلا نحن، لا ملاذ من التفرقة إلا نحن، لا ملاذ من العنصرية إلا نحن، لا ملاذ من العبودية إلا نحن، لا ملاذ. ومن ترصاف الحيط، ترصاف السماء، ترصاف الكدة، إلا أنا جاكم الفراري. أنا الواقف ولا أنحني ضد، لا أنحني أمام جبروت الفقر، جبروت القهر، جبروت السجن، جبروت التشويه، جبروت الشيطنة. ها نحن واقفين وانهزمت الشيطنة. شيطنتنا انهزمت واضمحلت وتقهقرت، هزمتها العقول الخلابة للبيوان، فها هما البيوان. السلام عليكم مرة أخرى. يجب أن نسجل مواقفنا ضد جميع أشكال الظلم. الشاب الناجح في عمله الحر، الشاب الناجح في إدارته لمركزه السياحي، الشاب سعد بوه يقبع وراء القضبان. بتهمة ضئيلة وصغيرة بالنسبة لما اغترفه آخرون، تحميهم ترسانتهم القبلية، ترسانة النفوذ. العقوبة التمييزية تسقط ويخرج الشاب سعد بوه من السجن في أطار مكرما، كإنسان يخطئ ويصيب مثلنا كلنا. إذن لا بد من توقيف حكام الدم مذبح يقصد الدم مذبح. يجوا الصنادرة ويطيحوا حكم نظام مختار الدداه رحمه الله ويقولوا عنه الحكم البائي، ويجوا الصنادرة ويطيحوا محمد فونا والهيدالة ويمسحوا به الأرض هو وقبيلته، ويجوا الصنادرة ويطيحوا معاوية ويستحمل الطائر ويمسحوا به الأرض هو وقبيلته، ويحبسوا قليان قبيلته وعيان قبيلته ويتوطأوا عليهم، ويجوا الصنادرة ويطيحوا محمد بن عبد العزيز تطيحة نوعية، انقلاب بشكل ديمقراطية، التناوب الشخصي لا يجدي نفعا بل تناوب البرامج.
ويعودوا موليين لعبد العزيز وقبيلته ويناوشوا ويطاردوا وينسج بيه في السجون ويعقب ينسلوا لعبد العزيز من العجين سلت منه الزغبة وينهي عليه بالسجن كأنه كان مفسدا وحده ليس حق. من أين وصلوا للسلطة لين عدلوا شي قالوا ريفيزيون دي بروسي لين عيدوا التحقيق العدل لجنة التحقيق البرلماني ويعود تحقيق شامل ونعيدوا التحقيق القضائي ونعيدوا الأحكام نخرطوا الشبكة كان يتكفوا عبد العزيز وحده والله يتكفوا معاه ياسر من الحوت السمين سمين من دم الشعب سمين من مال الشعب سمين من حقوق الشعب كرمين لمتير كبيرة ولانقوصة السمينة ما حكمتهم الشبكة يلا تحكموا شبكة القضاء العادل القضاء المنصف موريتان ما تقد الدم مراقة كل قبيلة تجي منها حي مورتها وكل قبيلة تجي منها طردتها ويقولوا ذاك المنافقين اللي صفقوا للنظام لا شقيتنا من حلف مسومة وديبوسا هم اخترشي اختر قبيلة قط حكمة البلاد يقولوها الآن يقولونها سرا وينافقون علنا ويقولوا عن هذه القبائل الثنتين عنهم أبادوا الحرث والنسل وعنهم أتوا على الأخضر واليابس ولكنهم يصفقون لهم تصفيقا حارا ويهيدنوا عليهم التهيدين لنهوة للزين المتين ما تقد موريتان التم في هذه الدوامة دم مذبح يغسل دم مذبح ما لا يمكن لكم أيها الموريتانيون أن تفعلوا والتدوير القبلي تدوير القبلية والمحسوبية والحكامة الضيقة الفاسدة البدوية على موريتانيا يزيد فقر الشعب ويزيد ضيم الشعب ومازال تدهور السقوط الحر للدولة صحيا وتعليميا وفي مجال الطرق والعطش العطش العطش موريتانيا عطشانة موريتانيا مظلمة موريتانيا مقفول عليها بها اللي ما فيها الطرق الطرق المعدل منهم لا شيء تنتكل فيه الفضة الياسرة والصبح يقشر مولي به اللي ما هي طليان على المعايير ذا هو الواسع مجموعة العرب من موريتان كانوا يدافعوا عن نظمة به اللي نظمة المتعاقبة الفاسدة تتقمص لهم ذياب المدافع عن العرق العربي المهدد افتراء في هذه البلاد مهدد بالعنصريين المحتملين من الحراطين والكوار ولكن ثبت أن الذي يهدد البيضان هم مفسدين البيضان منافقين البيضان اللي هم أهل الرأي وأهل النصر والماسكين بالسلطة لأنهم يأكلون ولا تأكلون أيها البيضان يعينون ولا تعينون أيها البيضان يستفيدون ولا تستفيدون أيها البيضان بل يلجؤون إليكم فقط
من أجل شحنكم وحشدكم ضد إخوتكم البراء، ضد برام، أخوكم، محبكم، صديقكم، صادقكم، يصدقكم.